ذكرتيه اللي هو مصطلح قانوني. المصطلح القانوني اللي يعني انه فما مجموعه من المدخرين على سوق معين يتفاهموا باش يسعروا المنتوج. وقت اللي فما برشا مدخلين على السوق يكون عاده في اقتصاد سوق فما منافسه ما بيناتهم، معناها باش يحاولوا يحسنوا في المنتوج نتاعهم باش يبيعوا اكثر، ولا يحاولوا يطيحوا في الاسعار باش نجموا يبيعوا اكثر. في وضعيه نتاع مفاهمات افقيه، يجيو المدخلين في سوق معين يقعدوا حول طاوله ويقولوا رانا احنا باش نتفاهموا باش نعملوا منتوج ما عندوش جوده تطلب برشا فلوس ونبيعوه بالغالي، هكاك نجموا نتفاهموا على الاسعار. ووقتها تسمى تكوين وفاق او تكوين كارتلات. كلمه كارتلات تحيل بتبيع على الناس اللي تخدم في المخدرات، على خاطر الناس تخدم في المخدرات يقولوا في عوض ما احنا نعملوا منافسه بين بعضنا خلينا نتفاهموا كيفاش نقسموا التراب وكيفاش نقسموا توزيع المخدرات. كيف بالنسبه نفس الشيء هوني في تونس بالنسبه للبنوك، ايضا بالنسبه لعديد من القطاعات كيفما الاسمنت كيما الطماطم المصبره، يجيو المدخلين في السوق ما فما حتى واحد ما عنده احتكار على السوق، معناها فما حتى حد عنده اكثر من 50% ولا من 70% من السوق، يقولوا كيفاش نعملوا باش نكثروا من المرابح نتاعنا. نكثروا من المرابح نتاعنا كيما نستثمروش برشا، ما نعملوش منتوج غالي، وكيف نعملوا منتوج نبيعوه بالغالي. معناها الشهاري تاع الناس اللي تخدم معانا نعطيهم شهاري شويه، والاستثمار نتاع المواد الاوليه ونتاع التكنولوجيا يبدا طايح، باش هكاك المرابيح تبدا عاليه جدا. هذاك علاش احنا نقولوا اللي في البنوك فما كارتيل، على خاطر فما اندماج افقي. نشوفوا اللي المساهمين في البنوك مساهمين في عديد البنوك، يتقاسموا في المرابيح في عديد من البنوك، يعملوا بالضبط نفس الخدمات اللي هي خدمات سيئه جدا، ما فماش خدمات رقمنا، فما العديد من التعطيلات في الخدمات البنكيه، وخدمات غاليه. فما عديد من الخدمات لازمها تكون مجانيه في دوله تحترم روحها، في تونس تبنا خلصوا عليها برشا فلوس. هذاك علاش عنا نعتبروا اللي في تونس عنا كارتيل بنكي. اليوم نراو اللي فما اتفاقات بين البنك المركزي والبنوك والحكومه باش يتقاسموا وضعيه تعب برشا كاهل للمواطنين. الحكومه تتسلف برشا فلوس من عند البنوك بنسب فايده عاليه وعاليه جدا. البنوك كيف تسلف الدوله تاخذ عليها اكثر نسبه فايده من انها تسلف بعضها. في تونس التمام اقل من نسبه الفايده لسندات رقاع الخزينه، معناها الدوله عندنا فيها اقل ثقه من بنكه، معناها كان الدوله تنجم تفلس البنكه ما تفلسش. وهذه حاجه بطبيعه غريبه جدا، على خاطر الدوله ديما الضمانات الماليه نتاعها اقوى بطبيعه في العمله نتاعها اقوى من اي مدخل اللي يبدا كي تبدا بنكه. البنكه تفلس قبل الدوله، هذه الحاجه العاديه. نشوفوا اللي الحكومه تقبل نسب فايده عاليه جدا وتساهمش انها تتمركز القرارات في المؤسسه تونيزي كليرينغ اللي الدوله تشرف عليها، شكون من البنوك عنده الحق يدخل باش يشري سندات الرقاع في معنى السوق الاوليه، والبنك المركزي تخلي البنوك تدخل في ريسك كبير من غير لا تخفض من المرابح نتاعها، من غير تخفض في الديفيدوند نتاعها، ومن غير تعاود تكون راس مال البنوك، على خاطر البنوك تسلف بفلوس المواطنين تاخذ برشا فلوس على الخدمات البنكيه، والدولة تاخذ برشا فلوس على المواطنين من الضرائب وأداءات. المفاهمة المثلث هذه ما بين الحكومة والبنوك والبنك المركزي، كل واحد ياخذ اش يستحق من السوق المالية، وشكون يتعب؟ المواطن، ما يلقاش بشكون يسلف فلوس. التكاليف البنكية غالية برشا، والأداءات والضرائب غاليين برشا. وقت اللي البنوك يعليوا برشا في الخدمات نتاعهم، نصرفوا برشا فلوس على الخدمات، ويخلقوا في خدمات ماهيش عاديه انها تكون بالفلوس بمقابل مالي، مثلا انك تصب فلوس في الكونت نتاعك، ولا انك تشوف قداش عندك فلوس في الكونت نتاعك بالتليفون، حاجه هذوما يتكلفوا برشا فلوس. تصب شيك ياخذوا عليك برشا فلوس، تجبد فلوس بالكارت نتاعك ياخذوا عليك فلوس. هذه اولا تفك من القدره الشرائيه نتاع المواطنين. الفلوس نخلصهم البنكة كيف نصب شيك ال 4000 فرنك هذوكم، كنت نجم نستعملهم باش نشري حاجه اخرى، كنت نجم نستعملهم باش نشري دواء، كنت نجم نستعملهم باش نخبيهم. وقت اللي البنكة تجي تفك لي من المرابح نتاعي، تجي تفك لي من القدره الشرائيه نتاعي، كيف كيف كي طبق عليه نسبه فائده عاليه،
كيف كيف وقت اللي الموظفين يوليوا ينقصوا في الشهر نتاع معناها الشركات ينقصوا في الشهر نتاع الموظفين نتاعهم، شنو قاعد يصير؟ قاعد يصير سوق وين فما اقليه قاعده تنحي من مكتوب المواطنين باش تكبر المرابح نتاعها. وقت اللي انا نبيع لك منتوج اغلى من قيمته الحقيقيه، شنو قاعد نعمل؟ قاعدك انت قاعد تخلص في اكثر فلوس، وكل فارق اللي يمشي في المرابح نتاعي هذاك انت ما استعملتوش باش تشري حاجه اخرى، ولا باش تخبي، ولا باش تستثمر. وقت اللي مثلا ناخذ سعر الشوكولاته في تونس، سعر الشوكولاته حوالي دينار اقل من الشوكولاته نجيبوها من البر. السعر الحقيقي تاع الشوكولاته كي يبدا ما فهميش محتكر كيف ما مجمع مبروك اللي هو محتكر الشوكولاته في تونس، يبدا السعر الحقيقي اقل من 4500، اقل من 5000. كل 2000 فرنك زايدين، كل دينار و500 زايدين يخلصوهم على سعر الشوكولاته، ما نجموش نخلصوهم باش نشريو حاجه اخرى. فالمرابيح تمتص. هذيك علاش باللغه الفرنسيه يقولوا سير اون كابتاسيون دي ريشيس، امتصاص للثروه اللي تتخلق في في في, في اقتصاد. هذيك علاش على قد ما الوضعيه الاقتصاديه تتعكر، على قد ما الخدمات تكون اغلى، وعلى قد ما نسب الفائده باش نسلفوا المواطنين وباش نسلفوا الدوله تكون اكثر، فالبنوك يحققوا مرابيح سامحني تاريخيه. محافظ البنك المركزي هو بطبيعته في اخر الدوره نتاعو، في اخر العهده نتاعو، نجم نطالبوا بالاقاله نتاعو، وعنده مسؤوليه مباشره وشخصيه في بعض القرارات والسياسات تبعتها البنك المركزي، يكون عليها مسؤول في حدود المسؤوليه نتاعو والوظيفه نتاعو. ولكن المشكله وقت اللي نقولوا هي مشكله اشخاص، فلان الفلاني نحطوه في الحبس ولا طرابلسيه ولا كذا، اتو الوضعيه تاع البلاد تتحسن. هي منظومه. اش معنى منظومه؟ معناها سياسات وفلسفه اللي قاعدين احنا نقوموا به في الحمله ضد الكارتيل البنكي. من المشكيات وشيء هذا انه نوعيوا الناس اللي فما حاجات بالقانون موجوده وهي ماهيش عاديه. بالنسبه للبنك المركزي، البنك المركزي كانه هو يحتكر مراقبه البنوك. مجلس المنافسه ما نجمش يراقب البنوك، ما فما كان البنك المركزي يراقب البنوك. وقت اللي البنك المركزي يراقب البنوك ماهوش قاعد يراقب فيهم كسلطه مستقله عليهم، قاعد يحاول يخلي معناها الاداء نتاعهم ما ياثرش برشا على المواطنين، بشكل ان المواطنين ما ينتفضوش ضد البنوك. اما الشيء هذا مش قاعدين يقوموا به على اكمل وجه. احنا نعتبروا اللي البنك المركزي ماهوش قاعد يخدم في مصلحه المواطنين، ماهوش قاعد يخدم في المصلحه العامه، قاعد يخدم في مصلحه قطاعيه. احنا في تونس اليوم مجلس المنافسه من جهه ما عندوش الحق في يراقب البنوك، وحتى لو كان ما عندوش لا ضابطه عدليه لا رئيس لا ميزانيه كافيه لا حتى شيء. ومن ناحيه اخرى عندنا البنك المركزي اللي هو حاميها حرميها، كانه هو يسير في الكارتيل البنكي. وقت اللي نلقاو اللي فما دي بي في نتاع اجتماعات نتاع البنك المركزي، يتلم المديرين نتاع البنوك الكل ويقولوا نسب الفائده هاو كيفاش باش نحطوها مع بعضنا، هذا مخالف، هذا مخالف لأهداف البنك المركزي، وهذا مخالف لمبدأ المنافسة. هو في الحقيقة احنا منظمة أليرت هي منظمة لدفاع المستهلك. أصرينا في القانون الأساسي متاعنا أن نحطه ما بين البنود أن احنا منظمة لدفاع المستهلك. شين تخول لنا الصفة هذه؟ أو لن تخول لنا باش نتوجه لمجلس المنافسة. كان فما إشكاليات نجمو نقدم إشكاليات باسم وضعيات وين ما نحترموش حقوق المستهلكين. حاجة ثانية تخولنا أنه نقدم إشكاليات باسم المستهلكين وباسم المواطنين. بتبيع الإجراءات القانونية والإجراءات القضائية بالعاني مصعبين فيها، باش تتكلف برشا على المواطنين، بشكك المواطنين يقول لك أنا باش نمشي نصرف مليون باش يرجعوا لي 300,000 بعد 10 سنين، شوف يرجعوا لي فلوسي. الشيء هذا أنا ما عادش باش نتشجع باش نجم نطالب بحقي. اللي طرحناه احنا في منظمة أليرت انه نجمعوا كل الشكايات نتاع المواطنين ونمشيوا في التدرج في الشكايات. نتوجهوا اولا للناس اللي احنا نشوفوا اللي فيهم التجاوزات، ونقدموا لهم ملفات ونقولوا لهم شنو نجموا نعملوا في الملفات هذه، شنو الحلول السريعه والعاجله نجم نلقاوها. كان ما نجمناش نمشيو مجبورين للموافق البنكي. الموافق البنكي هو الطرف معناه عاده يكون مستقل وما يكونش عنده سلطه كبيره على البنوك. وكان الشيء هذا ما يمشيش باش نحاولوا نمشيو للقضاء. الهدف ان نلقاو حقوق للمواطنين. العديد من المواطنين يقولوا لهم اجا سكر الكونت نتاعك واعطينا زوز ملايين خاطرك عندك 3 سنين ما سكرتوش، وهم المواطنين يقولوا لنا رانا مشينا وطلبنا غلق الحساب نتاعنا. برشا مواطنين ياخذوا
ياخذوا معناها ديون وبنسبه فايده قاره يلقاوها متغيره، ولا بنسبه فايده متغيره بلس 2 يلقاوها بلس 3 مثلا. الشركات اللي تتلهي بالنزاعات حول الديون اللي ما خلصتش، بالنسبه للشيء هذا فهم العديد من التجاوزات في القانون. اولا الاساليب اللي يستعملوها اساليب ساعات تكون حتى بالتهديد الجسدي بالنسبه للمواطنين اللي ما خلصوش، خاصه في علاقه بالناس غذوا كريديت صغار في شراء الكهرباء ولا حاجه كيما هكاك. الاجراءات اللي يقوموا بها مع عدول التنفيذ واللي فيها برشا فلوس للعدول التنفيذ وللناس هذوما فيها العديد من التجاوزات. احنا كمنظمه اليرت الهدف بتاعنا انه نوعيوا الناس انه فما اجراءات قانونيه واجراءات غير قانونيه. البنكه رابحه 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 كيف تاخذ من عندها كريدي، اولا تاخذ عليك نسبه فايده كبيره، ثانيا تاخذ عليك رهنيه كبيره برشا، معناها المتوسط نتاعها 300% قيمه الكريدي. مثلا حاجتك 100 مليون رهني 300 مليون. الحاجه الثانيه تشبرك باش انك تاخذ اسيورانس من عند البنكه نتاعها هي، كان ما خلصش الكريدي التامينات تخلص. والحاجه الرابعه كان ما تخلصش الكريدي نبيع الكريدي نتاعك للشركه نتاع ريكوفرمون، الشركه نتاع اعاده الخلاص، والشركه هذه تستعمل في اساليب شبه قانونيه وساعات غير قانونيه. وهذاك علاش الوضعيه هذه نخلقوا منها متمعشين في كافة كامل سلسلة الاقتراض وكامل سلسلة المعاملة المالية. نلقاو فيها مجموعات مجموعات متمعشة وكلها مرموطة ببعضها. البنوك موجودين في الميكرو كريدي، موجودين في الشركات متاع التأمين، موجودين في الشركات متاع الليزينج، موجودين نفس أصحاب الأسهم في كافة أطوار السوق. وهذا بالطبيعة يخلق خدمات خايبة وغالية برشا وضحيتها المواطن. We'll be right back.